لأن بعض التساؤلات والتقولات تدخل في آخر الأيام، ربما يكون هناك تفاهمات ويتفق الحزب الديمقراطي مع الاتحاد على شخصية. نعم، عندما كحزب ديمقراطي الكردستاني قررنا بترشيح سيد هوشيار زيباري، ليس هذه الشخصية ليس نرشحها وبعد ذلك تكتيكيا نسحبها من الترشيح، هذا بعيد عن الصحة. سيد هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وليس الوحيد وليس لدينا أي خلاف مع أي جهة من الجهات، لأن كنظام ديمقراطي يحل للجميع أن يقدم أو يرشح نفسه على هذا المنصب، ومع ذلك هذا المنصب من استحقاق البيت الكردي، صحيح، عرفيا ليس سياسي، ليس دستوريا لكن عرفيا، ولكن عرف سياسي في داخل العراق. منصب رئيس الجمهورية للكرد، منصب رئيس الوزراء لإخواننا الشيعة، ومنصب رئيس مجلس النواب العراقي لإخواننا السنة. فهذا استحقاقات الكرد، ليس حكرا إلى حزب أو إلى طرف جهة معينة، لا، بل نحن كحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية ولدينا أكثر المقاعد الانتخابية. استحقاق انتخابي. نعم، استحقاق انتخابي ولدينا أكثر المقاعد الانتخابية. وسيد هوشيار زيباري معروف عنه رجل دبلوماسي، رجل هذه المرحلة، المرحلة العصيبة أمام العراق لنهوض باقتصاد البلد، هذا الشخص اللي الوحيد يستطيع بنهوض العراق سياسيا اقتصاديا كما فعله عندما كان وزيرا للخارجية لدورتين ووزير المالية لدورة واحدة. نعم، لكن خائس